مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. عندنا النهاردة حلقة خاصة جدا، عندنا حلقة مختلفة تماما، هشرح لحضراتكم ازاي. لكن قبل ما اشرح حلقتنا النهاردة واختلافها، عايز اقول مبروك للنادي الأهلي والفوز الكبير على فريق بيراميدز في نصف او في دور الأربعة اللي او الدور قبل دور الثمانية في كاس مصر اللي فات، وفوز كبير جدا بأداء اكتر من رائع على المستوى الفني، على المستوى التكتيكي، على مستوى الروح القتالية اللي ظهر بها لاعيبة النادي الأهلي، على مستوى الإدارة الفنية الرائعة للكابتن سامي قمصان. مباراة كانت وجهة نظري مباراة رائعة جدا من كل النواحي، عودة حسام حسن للتهديف، عودة الثقة مرة تانية، ظهور أفشة بالمستوى الرائع اللي دايما متعودين عليه، صلابة دفاعية أكتر من رائعة من نجوم ودفاع النادي الأهلي. عايز أقول لحضراتكم كانت مباراة إحنا جماهير الأهلي سعداء بيها، بغض النظر على المنافس بيراميدز اللي كان ليه أكيد عندنا بعض المشاكل في النتائج معه في الفترات اللي فاتت، لكن تبقى مباراة الأمس مباراة رائعة على جميع المستويات. مبروك للنادي الأهلي، مبروك للكابتن سامي قمصان، وأداء رائع خلال فترة صعبة جدا، فترة صعبة مر بها النادي الأهلي وما زال يمر بها النادي الأهلي من إصابات كثيرة جدا جدا في انتظار المدير الفني القادم للنادي الأهلي.